نقلة نوعية في سير المعارك والمواجهات المسلحة تسفر عن تقدم ملحوظ لقوات الجيش الوطني الليبي في عدة نقاط استراتيجية على محور طريق مطار طرابلس، وشهدت محاور جنوب العاصمة اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا كتائب الوفاق بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في محاور عينزارة والساعدية والتوجار والعزيزية وصلاح الدين المحور الأكثر اشتعالاً والقريب من وسط العاصمة. واستهدفت مدفعية الجيش الوطني مخزناً لذخيرة ميليشيا الوفاق في محور صلاح الدين صاحبه انهيار وتقهقر في صفوف ميليشيا كتائب الوفاق حسب بيان لقوات الجيش. المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري قال إن ميليشيات الوفاق خلفت وراءها عشرات القتلى والجرحى على طريق المطار، مؤكداً أن المعركة مستمرة ولن تتوقف. عدد القتلى الموثقين رسمياً لدينا من الميليشيات الإرهابية 940 قتيل، منهم حوالي 324 قتيل من مدينة مصراتة وحدها، وحوالي 167 من طرابلس، و101 من الزاوية، وهناك تقريباً 71 قتيل من منطقة غريان. في المقابل قال المتحدث باسم الرئيس التركي فخر الدين ألتون في تغريدة على موقع تويتر إن حكومة الوفاق طلبت مساعدة عسكرية من أنقرة. يأتي ذلك غداة تمهيد أردوغان الطريق لتدخل عسكري تركي مباشر في ليبيا بإعلانه إجراء تصويت في البرلمان في 9 يناير المقبل لإرسال جنود ومقاتلين إلى طرابلس. طلعت موسى، الحدث.